أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك أمر شائع في المدارس حيث تقوم بإجراء المسابقات وترتيب الجوائز عليها بالمبالغ المالية، فما حكم هذه المسابقات؟ المسابقات التي على حفظ القرآن أو الإجابة على الأسئلة الفقهية، المسابقات في تعليم العلم النافع لا بأس بها، لأنها تدخل في الجهاد كما ذكر ابن القيم. المسابقات التي على المسائل الفقهية وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث لا بأس بها، لأن هذا تشجيع على فعل الخير وتدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم النافع من الجهاد في سبيل الله.